كان لسه قليل بعد رأى لسه كلام الدخلات الأول بل لسه أربع شخصيات دي أن يجب من عمي بعدين أما كان عمالة كانت هي أن أنت كنت ربطة من الناس كانوا يشتغلوا بالسياسة في فترات هل كان مصلحين جميعا يشتغل السياسة جميعا بعدين السؤال الثاني أن تقيم الحزب الحزبين تصورتم من الجمهورية كان شروع ما جرى المسألة الثانية هل كان بس فقط لماذا مصر لماذا لأن كان هي السبب للدعوة لكان الحزب الجمهوري ولا كان النادي بفكرة في شيء مشترك بيناته كلهم رافضين الدعوة دي مع مصر الاتحاد مع مصر والتحالف مع بريطانيا فنشأ الشكل بيناته ويرفض الاثنين. الجماعة اللي اجتمعوا في أول اجتماع في المقرن كانوا كلهم موظفين بطبيعة الحال الإنجليز منازعين الموظفين أن يتكلموا في السياسة لكن ما كان فيه دعم لتوجيههم له فالحقيقة كان في تحدي له والجماعة المذكورين كلهم موجودين الآن إلا محمود المغربي ما بلغني شيء عنه متوفى ولا كده لكن طولت أنا شفته أما عبد الجابر المرضي فهو موجود في مساق شركة شل في السودان في اللحظة الحاضرة من قبل الموظفين ومنصور عبد الحميد محامي في الوقت الحاضر وكان كبير المستشارين في الحكومات المحلية حتى عايزين برضه هذول العمل بعد ما اشتغل في الوظيفة شوية أمين مصطفى التنين كان موظف اسمعين أحمد بسيط كان موظف أعتبر أنا واحد يكون تحفظ المسألة لفتت النظر لي أنا يمكن لفت نظر الشبان دي لي أنا يمكن المقال ده لكن ده ايش السبب في نشأة الحزب الجمهوري؟ الجماعة دول عندهم ميول مشتركة في معارضة الاتحاديين والاستقلاليين زي ما ذكرنا. فلما جروا بعض المقالات افتكروا ان انا برضو من شاكلتهم ايضا بيناتنا معرفة ضعيفة. لكن انا افتكر انه الصواب النظر لفت نظرهم هو مقال زي ده واتجاه زي ده.